رحمن، ماذا؟ سأريك طريقة بسيطة وجميلة. انظر، عندما تسقط مثلا شعرة، يعني زغبة أو حبة رمل أو غبار أو حشرة أو ما شابه في عينيك، هناك طريقة سهلة للتخلص من هذا المشكل. فقط انظر، أخذ كوب ماء مملوء عن آخره، أخذ هذا الكوب، انظر، وأضع عيني هكذا في الماء، يعني الكوب مملوء عن آخره، وأحرك عيني يمنة ويسارا، فهذه الزغبة أو التراب أو ما شابه يسقط في قعر الإناء. إنها طريقة سهلة، مجربة وسهلة. أعجبتك؟ نعم. انظر، نأخذ ماذا؟ كوب مملوء عن آخره بالماء، وأضع عيني هكذا وأحركها، فتلك الزغبة أو حبة رمل أو غبار أو الحشرة تسقط. فكرة جميلة، أليس كذلك؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.